في جلسة خاصة ختامية فض مجلس الأمة دور انعقاده الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، حيث استهل المجلس جلسته الختامية بالتقارير الختامية للجانه الدائمة والمؤقتة أيضا، مكتفيا بتثبيت التقارير في المضبطة دون تلاوتها. رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أكد في كلمته أن دور الانعقاد الرابع لم يكن دورا عاديا وتقليديا كسابقه، بل كان استثنائيا من ناحية الظروف التي واكبته، فيما أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن دور الانعقاد الرابع حفلة بالعديد من الإنجازات، أهمها التعاون البناء بين جميع الجهات الحكومية، وذلك لمواجهة جائحة كورونا. شهد دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر في مجلس الأمة ظروفا استثنائية خاض فيها المجلس والحكومة معركة وجود كانت فيها صحة الإنسان وسلامته أولوية سياسية. ها نحن نصل إلى ختام دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ونحن بالقرب من الاستحقاق الديمقراطي التقليدي، استحقاق الرجوع إلى الشعب ليقول كلمته مجددا، يعطي الثقة لمن يراه مستحقا وجديرا بها، ويحجبها عمن يراه مقصرا ودون مستوى الطموح. إن دور الانعقاد الحالي الذي نحن بصدد ختامه لم يكن دور انعقاد عاديا وتقليديا كسابقه، بل كان دور انعقاد استثنائيا من ناحية الظروف الاستثنائية التي واكبت، إذ لم يكن دور الانعقاد الحالي ينتصف إلا وزلزال كورونا يعصف بالعالم من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، ولم تكن الكويت استثناء منه. فتحولت معركتنا بين ليلة وضحاها حكومة ومجلس إلى معركة وجود وتحد، كان فيها صحة الإنسان وسلامته أولوية سياسية تجاوزت كل الأولويات والأجندات الأخرى. دور الانعقاد الرابع حفل بالعديد من الإنجازات، أهمها التعاون البناء بين جميع الجهات الحكومية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته. لقد حفل دور الانعقاد الحالي بالعديد من الإنجازات، أهمها التعاون البناء بين جميع الجهات الحكومية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، ولا يزال العالم يعاني من تداعياته ومحاولة التخفيف من آثاره ويترقب اندحاره، وندعو الله أن يكون قريبا. وفي هذا المقام أتقدم بالشكر الجزيل لجميع العاملين بوزارة الصحة وعلى رأسهم معالي الأخ وزير الصحة الشيخ باسل حمود الصباح، والعاملين في الصفوف الأولى منهم سواء من الكوادر الطبية أو الهيئات التمريضية والمساعدة، وكذلك رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني وقوة الإطفاء على الجهود الكبيرة التي بذلوها، وسائر العاملين في الجهات الحكومية الأخرى الذين شاركوا في تسيير العمل ومكافحة الوباء أثناء الفترة الماضية، وأيضا المتطوعين، فقد كان لتعاونهم ودعمهم الكبير أثرا في جهود الحكومة لمواجهة هذه الأزمة والتخفيف من آثارها. ومع نهايات دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس، فوجئ العالم بأسره برحيل ووفاة قائدنا سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. وإذا كان رحيل سموه فاجعة بكل المقاييس، إلا أن عزاؤنا كان بالنموذج والمثال الكويتي المتفرد، الانتقال السلس لمقاليد الحكم في البلاد يوم أن نودي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه أميرا للبلاد، واستتبع ذلك تزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وليا للعهد. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.